ربك لما يريد. الحياة تتغير 180 درجة والرزق هيجي لك لحد عندك. محمود فرفور ما كانش يعرف ان الشبه بينه وبين محمد صلاح هينقله لحتة تانية خالص. افلام واعلانات بملايين الجنيهات والشركات بتطلبه بالاسم بسبب ملامحه اللي نفس ملامح فخر العرب. محمود اتعرف عن طريق الاعلان الشهير لواحدة من شركات المياه الغازية اللي كان بطله محمد صلاح والفرن. اتصوروا في الاسكندرية وقتها استعانوا بشبيه محمد صلاح محمود فرفور وقلب الدنيا بعد ظهوره في الإعلان. ومن هنا اتعرف كونه الأقرب من الملامح بتاعت صلاح وكل الشركات بدأت تكلمه علشان يكون معاهم في إعلاناتهم أو كمان المشاركة في الأفلام. محمود اتكلم عن التغيير اللي حصل في حياته بسبب الشبه بينه وبين صلاح وقال إنه بيعيش أسعد فترات حياته، فرحان جدا بالشبه اللي بينه وبين صلاح واللي فتح له أبواب رزق ما كانتش في الحسبان وما كانش يعرف إن كل ده هيحصل له. مش بس كده، لكن كمان اتكلم عن الشبه اللي بينه وبين صلاح وقال انه كان سبب في ان كتير من شركات الانتاج تتكلم معاه علشان يشارك في اعمال سينمائيه ويظهر على انه محمد صلاح، لكن الظروف والوقت اللي اتكلمت فيه الشركات معاه ما كانتش مناسبه، وعلشان كده عدد كبير من الترشيحات والاعمال دي اتاجلت او تم الغائها. فرفور كشف كمان مفاجاه غير متوقعه عن عمله اللي جاي وقال ان في عمل من المرجح انه يصوره خلال الفتره الجايه، لكن تفاصيله لحد دلوقتي سريه ومتوقع ان ادخل اصوره في الاسابيع الجايه. لكن مين هو محمود فرفور شبيه محمد صلاح او زي ما هو معروف بفيرو؟ شاب عنده 25 سنة اختارته الشركة الدعائية لتنفيذ اعلان المياه الغازية بدلا من محمد صلاح لصعوبة تصوير قائد منتخب مصر في شوارع الاسكندرية بسبب شعبيته. الذكاء الاصطناعي كان الوسيلة اللي اتبعها منفذ الاعلان علشان يوصلوا لنفس ملامح محمد صلاح، وده بسبب التشابه الكبير بينه وبين فرفور. اصول شبيه محمد صلاح بترجع لمدينة دمنهور في محافظة البحيرة وظهور في حملة إعلانية في دور الدوبلير للفرعون المصري ما كانتش أول مرة. في 2021 نفذت نفس شركة المشروبات الغازية حملة إعلانية ظهر خلالها صلاح بصورة حقيقية، لكن كمان ظهر محمود فرفور ومثل ورا نجم ليفربول في مرحلة سنه صغير. في الإعلان الشهير اللي اتصور في الإسكندرية ظهر فرفور ولوفرين وهم بيأكلوا أكلات مصرية شعبية زي الكبدة والكشري وغيرها من المأكولات، وكمان ظهرت شوارع الإسكندرية وحقق الإعلان نجاح كبير في الوقت ده. فرفور بعد اعلان صلاح احتفل على حسابه الرسمي بنجاح الحملة الاعلانية ونشر صور من كواليس الاعلان. فرفور من 3 سنين اعلن الاشتراك في فيلم ديدو بطولة الفنان كريم فهمي وقال وقتها انه سعيد بمشاركته في فيلم من انتاج الحاج احمد السبكي وكمان امام نجم محبوب بحجم الفنان كريم فهمي. لكن يا ترى هل ممكن يقدم محمود فيلم وثائقي عن فخر العرب محمد صلاح في الفترة الجاية ولا لا؟ خلينا نشوف.